يعني ثري بورتفوليوز بندرج تحت برنامج الامم المتحده للانماء، اللي هو الحوكمه، عندنا الجفرنس بورتفوليو والانفايرمنت بورتفوليو، والثالث اللي هو سوسيو ايكونوميك بورتفوليو. هلا اكثر شيء بنركز عليه اللي هو مثل ما ذكرت لك البروجكت اللي هو ميتيجيتنج ذا امباكت اوف سينيور ريفيوجيز اون ذا جوردانيان هوست كوميونيتيز. تعاملنا مع البلديات، بنحاول نشوف البلديات بالتعاون مع وزاره الداخليه ووزاره البلديات ومديريه، بالتحديد مديريه التنميه المحليه في وزاره الداخليه، اكثر شيء البلديات ايش بتعاني منه في الوقت الراهن. طبعا البلديات تسمى اكستنت هي بتعاني من مشاكل، يعني الخدمات الاساسيه هي منتقصه في البلديات، خصوصا المحافظات الجنوب وحتى محافظات الشمال. فهلا تم طرح عطاء بتمويل من الحكومه اليابانيه لشراء كابسات ضاغطات للبلديات. هلا للاسف انا بتخيل لازم تقويه همزه الوصل ما بين البلديات والشباب ومنظمات المجتمع المدني. يجب استقطاب الشباب لتشجيعهم على المشاركة في العمل التنموي المحلي وخاصة مع البلديات. يمكن نفتقد لحركة لهي همزة الوصل، ما في اتصال يعني لمدى معين بين البلديات والشباب ومنظمات المجتمع المدني. ممكن منظمات المجتمع المدني بتشتغل ولكن شغلها مبعثر، أو ما في تضافر للجهود بين حتى منظمات المجتمع المدني نفسها، ما في استهداف للشباب. يعني ما لازم يعملوا على إنهم يوصلوا للشباب في الجامعات في المؤسسات الإعلامية عن طريق مختلف الوسائل، حتى لازم يغرسوا مبادئ التطوع وأهمية الحكم المحلي في المناهج الدراسية عن طريق أكثر من وسيلة. هلأ في طبعا عندنا وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي بالعكس بتقوي هذا الشيء وبتعمل على تعزيز، يعني يجب تعزيز الحكم المحلي. أنا يمكن ما ذكرت لك في كمان عندنا كان مشروع بندرج تحت الجافرنس بورتفوليو اللي هو كان تطوير لعبة إلكترونية وبوابة إلكترونية بتشجع الشباب على المشاركة في الحكم المحلي. بالبداية قاموا البرنامج بعمل مخيم إبداعي شبابي للشباب، ركز هذا المخيم على انه يطلعوا في ستيريو تايب لتطوير هي اللعبه الالكترونيه، فبالتعاون مع جامعه اللي هي جامعه الاميره السميه لتكنولوجيا المعلومات عندنا ويو ان في برنامج الامم المتحده للمتطوعين مع المجلس الاعلى للشباب، قاموا بتطوير لعبه الكترونيه وبوابه الكترونيه بتشجع الشباب على المشاركه في الحكم المحلي. هلا في خلال فعاليات المنتدى تم طرح اكثر من فكره، وبالعكس يعني تم طرح تجارب مختلفه من بلدان مختلفه، تم مشاركة مختلف المشاركين في آرائهم إيش بينفذوا في مناطقهم وفي دولهم. هلأ الفكرة الجيدة اللي هي تم طرحها اللي علقت في بالي اللي هي المجالس الشبابية المحلية في البلديات، حتى نأسس هي يعني شبكة الوصل ما بين البلديات والشباب، لأنه يجب إنه تغريس قيم الحكم المحلي لدى الشباب وتعريفهم في هذا الشيء. يعني نحن أنا بتخيل في فئة كبيرة من الشباب تجهل يعني حتى هي المصطلحات، ما عم تسمع فيها ايش هو حكم محلي، ايش فايدة تعزيز الحكم المحلي، ايش فايدة اشراك الشباب في هذا الاشي، استثمار طاقات الشباب.